قمة جدة أعتقد أنها تستكمل الطريق الذي بدأته قمة الجزائر في نوفمبر الماضي، والذي رفعت شعار لم الشمل. الآن لم الشمل يتحول من شعار في قمة الجزائر في نوفمبر إلى واقع حي نراه أمامنا عندما نرى أن الرئيس السوري بشار الأسد قد حضر ممثلا عن سوريا بعد أن تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وبالتالي فيعني هذه القمة مختلفة عن كل القمم التي سبقتها منذ أن تجمد مقعد سوريا في الجامعة في 2011. هذا هو ما يعني يعطيها اختلافا عن القمم التي سبقتها، وهذا هو أيضا ما يرشحها لأن تصدر من القرارات ما يختلف عن القمم السابقة.